ايه الفوتو بروتكشن؟ انت بتتكلم على البوليمر فاست انترابشن بتقول لي نيد سان سكرين. لا، هو احنا عندنا حاجه اسمها احسن واصح، حاجه اسمها السان بروتكشن بروجرام. ده برنامج، البرنامج ده بيتكون من 4 بوينتس، اربع نقاط. اول حاجه مفيش خروج من 10 ل 4. طب هي بتشتغل مش قاعده من الشغل، بتروح السوق، ممكن جوزها يجيب لها الطلبات، مش مشكله. متحرك هو؟ مش مشكله. ما تعوديش جوزك ان هو يقعد كده من ما يروحش السوق، هو اللي يروح السوق. ما تخرجش خلاص، هي غصب عنها هتخرج، خلاص هتشتغل، مفيش مشكله. مفيش داعي يعني تطلع تنشف الشمس، تطلع في سطح الشمس. بس في واحده بتقول لي يعني عندي كلف، تطلع في الشمس، قلت له انا بقعد بتشمس، بقعد اتشمس. تطلع عشان تقعد تشمس لحد ما تتحرق طبعا. افويد ميد داي تايم اكتيفيتي اللي هو من 10 ماكسيمم انتنسيتي بتاعه الالترا فايلت ريز، من 10 الصبح، بعد من 10 الصبح لحد 4 اخر النهار. طيب ده طبعا بالنسبه للشتاء. في الصيف ممكن يبقى مثلا 5 ولا حاجه، لان العصر بيبدا على 4 ونص في الصيف، يعني لسه ستيل انتنس سان اكسبوجر. طيب لو خرجتي سيك شيد، امشي في الظل، يبقى ما تخرجيش. لو خرجتي امشي في الضلة، ولو خرجتي ومشيتي في الضلة وير بروتكتيف كلوزز الهدوم، جلاسز نظارة، وهاتس. هما بره بيلبسوا برنيطة، والبرنيطة دي لازم يكون الريم بتاعها 4 انش قد كده، زي افلام رعاة البقر الناس كده بيكون كده. طبعا الموضوع عندهم موضوع الشمس ده مش هزار، سيريوس. مالجنة الميلانوما بيموت في امريكا كل يوم، كل دقيقه واحد من مالجنة الميلانوما، كل دقيقه بيموت واحد من مالجنة الميلانوما نتيجه الكورنيال سان اكسبوجر. لكن الكراتوز كتير جدا 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 عندهم، فكل شويه عادي كل مثلا 6 شهور يلاقي ايه بي سي سي او سكوموس الكرسوما طالع يروح ايه يشيلها. فطبعا ليهم مورتاليتي ريت عاليه جدا هناك من السن، فطبعا في ريستريكشن جامد جدا. البروتكتيف كلوزس من الصن، البروتكتيف كلوزس من الصن بتتباع بره ومتعلق عليها التيكت اسمه يو بي اف الترا فايلوت بروتكتيف فاكتور. الترا فايلوت بروتكتيف فاكتور يقول لك الهدوم دي اليو بي اف بتاعها 15 30 45، وانت تختاري النوع من ايه اللي انت عاوزاه. هي نفسها ما بتقدرش تعمل، ما بتعديش الالترا فيلوت ريز، تمام، تعمل لها ابزوربشن، وفي نفس الوقت بتحمي انت من الريفلكشن. يعني لو انت لابسه طرحه او خمار او كده، الالترا فيلوت ريز بتنزل على الارض وعلى الهدوم، وتحصل لها ريفلكشن على الفيس عندك. ايه خصائص الالترا فيلوت بروتكتيف كلوزز؟ 100% بوليستر. تركيبه البوليستر نفسها، الالياف البوليستر فيها بنزين رينج، والبنزين ده اصلا ماده بيستعملوها كسان سكرين. في ماده في السان سكرين هناخدها اسمها بنزو فينونز، وهتلاقي مكتوب على السان سكرين اسمها ماده اسمها داي اوكسي بنزون، اوكسي بنزون بنزيفينونز. دي ماده بتستعمل كتوبيكال سان سكرين. 100% بوليستر رقم واحد، مش فاتحه، دارك كلوزز. الصبغه اللي في الهدوم بتابزورب الالترا فايلوت ريز. انت لما لابسه طرحه سمراء بتبدا تمتص اشعه الشمس، ما يحصلهاش ريفليكشن على وشك. اشعه الشمس هي معديه من الفايبرز، بتمتص جزء من اشعه الشمس وتحمي وشك من الالترا فايلوت ريز بتعدي. بس اهم حاجه التايت ووفن فابريكس. لو عاوز تعرف الهدوم اللي بتحكي من الشمس من الهدوم اللي ما بتحكيش من الشمس، هتيجي تحطها في الشمس كده. لو عدت يبقى ده ليس بروتكتيف. ليه؟ كل ما كانت الالياف بتاعتك تايت ووفن، يعني الخيوط لازقه ببعضها وعامله كومباكت، ده تحميك من الشمس. عشان كده في ناس استثمار جامد جدا من تحت الطرحه، لان هي الطرحه اصلا مثلا او من تحت النقاب نفس القصه. طيب ايه كمان؟ لونج سليف، لونج لوز.
اللونج نوز يعني ايه؟ زي الهدوم انت لابساها الوقت تبقى لابسه عبايه واسعه او خمار واسع. ف لو الهدوم ضيقه يعني لو الهدوم ضيقه على الجسم تبقى على طول الالتر فيل تريز تخش. لو الهدوم لوز الفولد ستراك الهدوم دي نفسها بتعتبر ايه؟ دبل بروتكشن. دبل بروتكشن. انا كنت بشرح محاضره عندنا في المنفيه فقعدوا اقول لهم بوليستر دارك لونج وايد. قالوا لي انت بتتكلم عن نقاب. كنت جايب لهم صوره نقاب في المحاضره طبعا. قلت لها ذس از ذا بيست ساوندر تكتب ايه كلوزز يعني. خلاص كده الالترا فايلت بروتكتيف فاكتورز وانواع طبعا الايه اهمهم طبعا اهم فاكتورز اللي هو تايتلي ووفن فابريكس. تايتلي ووفن فابريكس على طب صحيح اللايت كروزز بتقلل الهيت شويه بتقلل الحر شويه بس هي في الاول والاخر بتسمح بالباسج بالالترا فايلت ريز للسكن وبتعمل الريفليكشن بتاعها كان بيبقى ايه عادي. طيب سن سكرين اللي انت قلت عليه اهو ده اخر حاجه السن سكرين. السن سكرين كنا قايلين زمان بنقول السن سكرين دي عباره عن فيزيكال وكيميكال سن سكرين. لا التسميه بتاعت السن سكرينز بقت توبيكال اند سيستميك سن سكرين. توبيكال سن سكرينز اند سيستميك سن سكرينز. التوبيكال سن سكرينز والسيستميك سن سكرينز. السيستميك سن سكرينز في حاجات بتبلوك اليو في اي اند يو في بي. هو ايهما الاصعب؟ الايه اصعب عشان تمام اللي هو الانتي ملاريا. حاجات بتعمل بلوك اليو في بي بس فيتامين سي فيتامين اي بيتا كاروتين جرين تي انتي اوكسيدنت علشان اليو في اي انديوس سكين دامج او سكين ديزيز عن طريق الليبريشن اوف فري راديكلز. عن طريق الليبريشن اوف فري راديكلز اليو في اي واليو في بي بلوك بالانتي ملاريال. اليو في بي فيتامين سي جرام في اليوم. فيتامين اي كبسوله مثلا 400 او 600 او 800 مش مشكله. بيتا كاروتين عندنا جرعتها قليله في السوق شويه فمنحبش بيبقى ان احنا نستعملها قوي لان مراتها قليله شويه عندنا في السوق تحتاج ملتيبل دوزز بير دي. والشاي الاكثر تشرب 3 4 فنجان شاي افضل بيه في اليوم. التوبيكال سان سكرينز في فيزيكال في كيميكال. الفيزيكال سان سكرين ده عباره عن ماده انرت خامله ان اورجانيك لها لارج سايزد بارتكلز. الماده دي خامله سو نو كونتاكت درماتايتس فروم فيزيكال سان سكرين. فيزيكال سان سكرين ما تعملش كونتاكت درماتايتس خالص نهائي. لارج سايزد بارتكلز سو كوزميتيكالي باد. عارفين زنك اوكسايد عشان البارتكلز بتاعته كبيره الجزيء بتاع الماده نفسها كبير فلازم بيجار على الوش طبعا مش منطقي. انا بكتبه في البيت لو هي تطلع تشمس ولا حاجه تدهينه على وشها تطلع تنشر ما فيش مشكله ما حدش شايفها قاعده قدام الفرن ماشي يكتب رخيص في البيت عادي. انما بره ما تقدر تخرج طبعا ايه بزنك اوكسايد. الميكانيزم اوف اكشن اوف كيميكال فيزيكال سان سكرين ده البارتكلز الالترا فايلوت ريز لما بتيجي وانا دايم زنك اوكسايد على وشي بتيجي تقعد على زنك اوكسايد يعمل له سكاترنج اند ريفليكشن. يجي عليه يحصل له ريفليكشن كده سكاترنج او ريفليكشن اند سكاترنج زي زنك اوكسايد وتيتانيوم دايوكسيد. طبعا كل اللي بيقرا العبود السان سكرين بيلاقي مكتوب على حاجه اسمها تيتانيوم دايوكسيد. ده هيمنع الاي والبي. ايوه هيمنع الاي والبي اهو اي اند بي. طب ازاي حاطط لك زنك اوكسايد وتيتانيوم اوكسايد اصلا وانت السان سكرين ما بيبانش على وشك؟ دي حاجه اسمها النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي او اللي هو الالترا سايزد بارتكلز بدل ما يجيب لك ماده الزنك اوكسيد من الجو بتاعها قد كده وتبان على وشك بيكسرها لك لحاجات صغيره تدي لك افكاسي وفي نفس الوقت ما تبانش ايه على وشك.
وده تفسير ليه بتستعملي الكيميكال سان. كل الكيميكال سان سكرين دلوقتي فيها فيزيكال وكيميكال. فيزيكال علشان تقلل الكونتاكت دامتات شويه وفي نفس الوقت تعمل بروتكشن للايه والبي، لان الكيميكال ما بتغطيش الايه كويس. فالفيزيكال بتغطي، هيجي يلاقي مشكله الفيزيكال باين على الوش يبدا يكسرك الموليكيول بتاعها. الترا سايز بارتكلز اوف بيتي نانو. الجديده دي في المايه الجديده اللي هي اللي هي فيها فيزيكال وكيميكال، بس هي موجوده في السوق اللي انتوا بتستعملوها يعني اوريدي موجوده. كل العلب العبوات اللي هي السان سكرين بتاع عليها تيتانيوم دايوكسيد، يمكن اكتر من زنك اوكسيد كمان. الكيميكالز اورجانيك ماتيريالز سمول سايزد اورجانيك، عشان كده ممكن تعمل كونتاكت درماتايتس. سمول سايزد كوزميتيكالي اكسبتد. الميكانيزم الكيميكال سان سكرين الالترا فايلت ريز بتنزل على الملكيول يبدا يحصل لها ابزوربشن فتحول لي الهارمفول انرجي لنون هارمفول انرجي، تحول لك الهارمفول انرجي الى نون هارمفول انرجي. تعمل بلوكينج لليو في بي ممتازه. سم بروتكشن اجينست يو في اي. فيزيكال ممتازه تغطي لك الايه اليو في اي واليو في بي مع بعض. الكيميكال تيجي عند اليو في اي واحسن حاجه فيهم تعمل لك بارشال بلوكينج لليو في اي اللي هو اليو في اي 1، يعني هي تغطي لك يو في بي. يو في اي 2 يو في اي 1 اللي هي اطول حاجه بارشال بروتكشن. طبعا جايب لكم المجموعات، المجموعات بتاع الكيميكال سان سكرين في الورق عندكم. في مجموعه اقدم مجموعه اسمها امينو نوزويك اسيد زي البابا، هتحفظوا من كل جروب حاجه واحده بس. البارامينوزويك اسيد او البار اول مجموعه، المجموعه الثانيه اسمها بنزو فينونز، تحفظها كويس عشان لما تلاقيها على علبه سان سكرين، لما تلاقيها على علبه سان سكرين يبقى دي افكتيف جدا في البلوكينج اليو في اي. ده من الحاجات الافكتيف جدا اللي بيقفل لي اليو في اي. تالت مجموعه غير البنزو فينونز حاجه اسمها سيناميتس، اللي هي ماده بتلاقيها برضه مكتوبه كتير، حاجه اسمها اوكتو كرايلين. اخر حاجه ساليسيليتس، دي النص افكت فيهم هو البنزوفين اللي هي البنزين رينج اللي احنا كنا بنتكلم عليها، اللي هي موجوده في ايه في الف... في الف... في ال فيبوليستر. طيب على العلبه بتاعت السان سكرين بتلاقي فيه شويه حاجات مكتوبين اللي هو الاس بي اف، تمام. بتلاقي حاجه اسمها اس بي اف سب استانتيفيتي، دايركتلي في المحاضره السب استانتيفيتي على العلبه بتلاقي حاجه اسمها سب استانتيفيتي. بتلاقي حاجه اسمها ووتر ريزيستنت وحاجه اسمها ووتر بروف. دول اربع كلمات بتلاقيهم على السان سكرين، ووتر ريزيستنت ووتر بروف. كان الالف دي ايه غيرت كلمه ووتر بروف الى فيري ووتر ريزيستنت. سي بي اف سب استانتيفيتي ووتر ريزيستنت. خلصتهم؟ طيب ماشي، اقفل بقى على الباب بقى ايه وخلي معاك التليفون معلش. لحظة واحدة افتحه لك. لا خليهم معاك ماشي. الاس بي اف تعرفها هو المينيمال ترسيما دوز اوف سكين بروتكتد، ده الاسم العلمي، باي 2 ملي جرام بير كيوبيك سنتيمتر على المينيمال ترسيما دوز اوف ان بروتكتد. يعني بالبلدي لما تلاقي اف اس بي اف 15 يعني ايه واس بي اف 30 يعني ايه. الاس بي اف 15 يعني السان سكرين بيحميك 15 مره وين ابلايد مور ذان وين نوت ابلايد. يعني لو هتحرقي بعد خمس دقائق من التعرض للشمس بدون سان سكرين، السان سكرين هيعمل لك حرق بعد 75 دقيقه لو هو 15. لو هيحصل لك سان بيرن من غير سان سكرين بعد خمس دقائق، لو استعملت سان سكرين اس بي اف بتاعه 30 هيديك 30 تايم بروتكشن، يبقى 30 في 5 ب 150. هيحصل سان بيرن لو معاكي مثلا بعد 150 ايه؟
اللي هو الميعاد اللي انا بجدد فيه. لا مش الميعاد ده حاجه ودي حاجه. لا لا الميعاد ده ثابت. الاس بي اف بتاعك 1، الاس بي اف بتاعك 100، والميعاد بتاعك ثابت. دايما بستعمل اس بي اف اكتر من 15، اس بي اف 30 ماشي، اس بي اف اكتر من 30 ممنوع بره في الدول المحترمه يحط لك 50 و60 و80 و100، لازم يحط لك كلمه بلس جنبها. ليه؟ عشان ما يضحكوش على الناس، عشان ما الدكتور عصام يطلع يقول لك اللي مكتوب عليه 100 ما يتكلمش ما يمشيش هناك. ليه؟ انت هتطلعي 50 وانا هطلع 80 والعين يقول لك ايه ده ال 80 احسن من 50، واحد يقول لك ده ال 100 احسن، واحد يقول لك ده ال 120، فيقوم يضحكوا على الناس. لا، اي اس بي اف اكتر من 30 اسمه 30 بلس. ده طبعا misleading terms علشان يبيع. اللي مكتوب عليه 100 واللي مكتوب عليه 80 واللي مش فاهمه برضه ايه الفرق بين بلس وايه، يعني هو كتبت 50 وكتبت بلس 50. دي misleading. المفروض الصح ان اي اس بي اف اكتر من 30 اسمه 30 بلس. ايه الفرق في الافيكاسي؟ اس بي اف 10 بيديك 90% بروتكشن، اس بي اف 15 بيديك 93% بروتكشن، اس بي اف 30 بيديك 97% بروتكشن. في فرق بين الثلاثه؟ حاجه بسيطه جدا. يبقى المشكله في الابلكيشن مش مشكله في الاس بي اف. طب لو انت حطيت الابلكيشن بتاعك كويس استفدت من الايه؟ من الاس بي اف كويس. حطيت الابلكيشن بتاعك مش كويس يبقى الاس بي اف بتاعك ايه؟ نزل. يبقى الفيلير اوف سان سكرين نتيجه حاجتين، ان مش ماشي على البروجرام من اوله، يعني هو يقول لك انا بنزل انا في تربيه رياضيه وحمام السباحه وبقف في الطابور هتعمل له ايه؟ او بنزل موقع ولا هيجي مع نتيجه. سان سكرين ده بيجيب نتيجه لما يبقى فيه بريكوشن لباقي البروجرام. تاني حاجه اسباب الفيلر على حسب الدراسات اللي عملوها الاندر ابلكيشن. ما تحطوش كويس على وشها كميه مش مظبوطه، على وشها كميه بسيطه جدا الاندر ابلكيشن، بتحطه في المواعيد في ميعاد مش مظبوط زي ما انا بقول الميعاد بتاع دلوقتي. فالمشكله مش مشكله اس بي اف، اس بي اف بيضحكوا بقى على الناس زي ما قلت لكم. 10 ده يقول لك اصل ده 100، ده يقول لك اصل ده 80، اصل ده 50 كده. معظم الشركات الاجنبيه اللي بتكتب اس بي اف عادي، ده هنا شركات هم انجوينج ان هم يمنعوا القصه ديت اصلا بره، انجوينج ان هم يمنعوا يبداوا يمنعوا القصه دي بره. هو طبعا هي بس مشكله ان هي قصه دي مشكله قانونيه، بس ان هم بعد فتره هيبداوا يمنعوا قصه الايه؟ ال 50 وال 60 وال 80 وال 100. اي اس بي اف اكتر من 30 يبقى عباره عن ايه؟ 30 بلس. المينيمال انسوما دوز ده عباره عن المينيمال اماونت من الالترا فيوليت ريز needed to induce erythema after 24 hours of exposure. يعني اقل كميه الترا فيوليت ريز تعمل لك ريسيما اسمها مينيمال ريسيما دوز. وفي سكين بروتكتد وانا حاطط سان سكرين بالدوز بتاعته اهو 2 ملي جرام بير كوبيك سنتيمتر. على المينيمال ريسيما دوز ان بروتكتد، يعني نسبه الحرق اللي هيحصل وانت حاطه الى نسبه الحرق اللي هيحصل او الارسيمه اللي هتحصل وزود بروتكشن. This is called اس بي اف. بالبلدي اس بي اف 15 means such sunscreen will protect your skin 5 times more when applied than will not apply. طيب substantivity يعني ايه؟ حد عارف substantivity يعني ايه؟ الدوام، مش الدوام اللي هو اللي بيشتغل في الخليج، الدوام اللي هو دوام السان سكرين، يعني يقعد على وشك قد ايه؟ ساعتين. طب ايه الاول دي بروتكشن؟ مش بتلاقيها مكتوبه على بايوديرما اول دي بروتكشن والحاجات دي كلها؟ ايه؟ كله هرتل على كله هرتل. سبستانتيفيتي از ابيليتي اوف سان سكرين تو ريتين اتس افكت او تو مينتين اتس افكت اندر ستريس اوف اكسرسايز سويتنج سويمنج. يعني إذا ابيلتي اوف سان سكرين تو مينتين اتس افيكاسي او اس بي اف اندر ستريس كونديشن اوف اكسرسايز سويتنج اند سويمنج. تقدر تحفظ بعد ما تنزل حمام السباحه بقد ايه؟ طب بعد الاكسرسايز بعد السويتنج خلاص؟ برضه انجوينج ان هم هيبداوا يقفلوا قصه اللي هي الاول دي بروتكشن، ده ان انت تضحك على الناس
4 ساعات وده 6 ساعات وده 8 ساعات وده 12 ساعه مفيش حاجه اسمها. كل سان سكرين شوت بي ري ابلايد اف عدى ساعتين او اكتر. لو في سويتنج والشعر لو في سويمنج نزلت حمام السباحه او رابنج بالكلوز يعني مثلا طرحتك مثلا كل شويه تخبط في وشك لازم تحط بعدها ايه على طول. السويمنج والاكسرسايز والسويتنج تحط سان سكرين تاني كده كده مفيش اي حاجه من دول هتعدي عليك ساعتين تحط سان سكرين تاني برضه. طيب طبعا لازم تاخده لازم تقولي لها خدي قبل ما تخرج من شغلك الصبح بنص ساعه من البيت بنص ساعه قبل ما تخرج من الشغل وانت راجعه بنص ساعه ما تديهاش الصبح وهي مروحه ايه تاخد الشمس كلها على وشها. يعني ايه ووتر ريزيستنت؟ تستنى نص ساعه اساس الاريتيشن يعني؟ لا لا مش عشان الاريتيشن ده عشان الانسيت اوف اكشن بتاعته بيكون سان سكرين. الووتر ريزيستنت معناه ايه؟ الووتر ريزيستنت تيزابيلتي اوف ذا سان سكرين تو مينتين اتس افكت افتر 40 مينتس اوف اميرشن. يعني لما الاقي سان سكرين مكتوب عليها ووتر ريزيستنت معنى كده ان هو هيبرزيرف الاس بي اف بتاعه لو قاعد في حمام السباحه يبلبط كده حوالي مثلا 40 دقيقه ماشي. ده اسم معناه ووتر ريزيستنت. يعني ايه ووتر بروف؟ تيز ووتر بروف تيز ابيليتي تو مينتين الاس بي اف او البروتكشن فور 80 مينتس افتر اميرشن. 40 دقيقه 80 دقيقه الووتر بروف معناها فيري ووتر ريزيستنت. هاويفر سان سكرين شود بي ابلايد if there is sweating او swimming حتى لو غطس برضه وطلع تاني لازم يعمل ابلكيشن للسان سكرين تاني. دول على اساس ان حصل ابزورفشن فهيحيي يعني ولا لا؟ الميه بتعمل لك الميه نفسها مش بتعمل لك ووشنج قبل السان سكرين بتقلل لك الافكس بتاعه. اه ماشي. اكشوالي الصح ان اي سويتنج اي سويمنج خلاص حتى لو مكتوب عليه ووتر ريزيستنت ما صدقوش. لا كل شويه جددوا كل شويه ايه؟ انا بقول لكم معنى الكلام ايه؟ هو معنى ريزيستنت 40 دقيقه بعد الامرش 80 دقيقه بعد الايه؟ الامرش. الاربعه دول لازم يكونوا مكتوبين على لا ده انا في حاجات بتلاقيها مكتوبه وفي حاجات ما بقولكش عشان تبقى انت اس بي اف يعني ايه وسبستنتيفتي ووتر ريزيستنت والاس بي اف مش مهم على قد ما تعملي ايه جود ابلكيشن ليه؟ للسان سكرين. السان سكرين بيتداعي قبل خروج بنص ساعه وبيتجدد كل ساعتين او مع الاكسرسايز او مع السويتنج او مع السويمنج. في تكنيك اسمه دول ابلكيشن تكنيك دهان قبل الخروج من البيت بنص ساعه دهان بعد الخروج من البيت بنص ساعه تمام. ده عشان يكفر او يعمل مور بروتكشن او مور كوركشن للاندر ابلكيشن لو كانت حاطه كميه صغيره قبل ايه قبل ما تخرج. الكميه دي تي سبون معلقه صغيره المعلقه الصغيره لو انت مليتي معلقه صغيره معلقه شاي صغيره من السان سكرين تحط لك وشك الفور ارم عندك وان فور ارم وان ليج يعني هي بس معلقتين صغيرين مثلا ممكن يحط لك جسمك كله معلقتين صغيرين من السان سكرين بكميات بسيطه يبدا يحط لك ايه جسمك كله. هل في ريسك للسان سكرين ان هو يقلل فيتامين دي سينثيسيس؟ يعني كلام ثيوريتيكال هو السان سكرين صعب جدا ان هو ياثر على الفيتامين دي سينثيسيس لان انت محتاجه 5 دقائق بس في الميد دي سان اكسبوجر وهو يظبط لك الدنيا مش هيبقى في اي مشاكل خالص. يعني قصه ان انت استعملي سان سكرين فيري ريستريكشن للسان اكسبوجر وفيري ريستريكشن لليوز بتاع السان سكرين او فيري كلوز يوز اوف سان سكرين مش هياثر على الفيتامين دي مفيش مشكله. بداوا برضو يتكلموا على اليوز اوف سان سكرين في الميلز بعض السان سكرينز بيبقى فيها نسبه استروجين فممكن تعمل ارتال ديسفانكشن فيرتيلتي. الكلام لسه ايه اندر ايه تراست. احسن سان سكرين اللي تسبحي معايا هو في واحده بتشتري الغالي ايه؟ كل واحد اه عين تبقى انا استعملت ممكن يوجز ارحم شويه واليوفي ايه ده عمل ايريتيشن كله وحش فعلا. هو كله في ناس ما بتستريحش مع اي نوع وفي ناس بتستريح مع النوع الثاني.